وزارة النقل والأشغال العمومية تصارع الأزمة المالية لإبقاء المشاريع التنموية للقطاع على قيد الحياة، أبرزها مشروع طريق السيار شرق غرب، والذي من المقرر أن تبلغ نسبة جاهزيته 100% مع بداية سنة 2018، وهي السنة التي قد يعتمد فيها إجراء إجبارية الدفع عند استخدام طريق السيار. القرار أولا وكل شيء يكون سياسي، إذا الحكومة قرر باش تحط البياج هذا، ننظر في قضية التسعيرة وكل الأمور هذه. في الوقت الحالي نتمم الأشغال تاع هذا الطريق السيار 100%، لأنه مازال فيه 84 كيلومتر في الشرق، ومازال فيه تصليح النفق اللي في جبل الوحش، وفيه تصليح تاع الخضرية، وفيه يعني أمور. مو جي أونفي دو لا دو نو بلو أون بارلي أون 2018، سي دو نو بلو أون بارلي أون 2018. الحكومة تراهن كذلك على إتمام المشاريع المحلية الأخرى التي توجد في مرحلة الإنجاز على غرار مترو الجزائر ومترو عنابة وخطوط السكة الحديدية. بوسكي دو مترو دار البيضاء الحراش، سي لا ليني ان بو كي فا فيغ لايروبور. موا دون مي بريفيزيون الي بريفي بور 2020 اي ان كور دو رياليزاسيون. يا لي اكستنسيون دو مترو، يا دو ليني ان اكستنسيون، كري اون ليني دو ترانسبور اوربان انتر تافورا اي لايروبور ان باسون بار لي سابليت، دونك لا غراند موسكي دالجي. مسار تاع التراموي غيرناه وما يعديش على ساحة معروفة الكود لا ريفوليسيون، ما عديش. وانا من الناس اللي كنت ضد هذا التراسي. جهاز اخر سيكون بامكان الحكومة التفتيش فيه عن عائدات مادية هو النقل الجوي، بعد ان يتعزز بمطار الجزائر الجديد بداية من 2018، الموعد الذي سيتوازى مع اطلاق الجوية الجزائرية لست خطوط جوية نحو وجهات افريقية بالرغم من العائق المالي. لكن طلع أعطى لهذه الشركة الحرية في التعامل مع البنوك دون أن ينفي إمكانية اللجوء إلى قروض لتمويل الجوية الجزائرية. وفيه في البرنامج مع فتح المطار الجديد في 2018 فتح 6 خطوط جديدة مع إفريقيا. برنامج تنمية خطوط الجوية الجزائرية هو شركة اقتصادية عندها علاقة مع البنك، يعني أمر عادي. المطار الجديد سيربط بمختلف مخارج ومداخل العاصمة بالسكة الحديدية، وكذا خط متفرع لمترو الجزائر.